تحية مسائية بوجهها لكم مشاهدينا عبر برنامجكم سينما تايم. بحلقتنا هالأسبوع رح نحكي عن أفلام جديدة معروضة حالياً بمسارح السينما الأمريكية وأفلام متوقع عرضها بالمستقبل القريب. أكيد مثل العادي رح نذكر الأفلام الأكثر مبيعاً على شباك التذاكر والأفلام اللي نزلت على DVDs وBlu-rays والأفلام اللي عم يتم عرضها بمسارح محدودة. حلقة جديدة ومشوقة، خليكن معنا. ساوث 3D هورر وأكشن موفي بيطارد فيه البطل جيكسا دكتور جوردن، وبتستمر الأحداث على إيقاع من العنف الرعب والمبالغة بتقنية 3D اللي استقصد فيها البروديوسر مارك بيرغ العمق بالصورة. نلفت انتباه ذوي الإحساس المرهف إلى قساوة المشاهد، اللغة والقصة ككل. البطولة لتوبن بيل، كاستس ماندلر، باتسي راسل، والإخراج لكيفن جريتر. إنسبكتور بيلامي، playful dramatic murder mystery، قصة مليئة بالشغف، الحب، الانتقام والصدق. بيأدي فيها الفنان الفرنسي القدير جيرار ديبارديو دور الشرطي المحقق بأسباب حدوث جريمة قتل. ليسا امرأة بتفقد زوجها وبتقرر تنتقل على مدينة تانية لتبدأ حياة جديدة وتنسى، لكن القدر بيعاكس مخططاتها وبيخليها تنغمس أكثر وأكثر بتفاصيل جريمة قتل زوجها اللي عايش بالمدينة نفسها قبل بسنتين. Monsters دراما، ساينس فيكشن، فانتسي اند هورر. من 6 سنين بتقرر وكالة ناسا إرسال فريق للبحث باحتمال وجود مخلوقات فضائية قريبة من كوكب الأرض. خلال عودة هالفريق تتعرض مركبتهم لحادثة وبتوقع على أثرها فوق المكسيك، وهون تبدأ تتكون حياة جديدة، مزيج من كوكبنا ومن النماذج اللي أحضرها فريق ناسا معه من الفضاء. على أثر هالفاجعة بيحاصر الجيش الأمريكي والجيش المكسيكي المنطقة المصابة. ساعة ونص من الرعب والخيال العلمي لمحبي هالنوع من الأفلام. Wild Target كوميدي وأكشن موفي بطولة بيل ناي، أميلي بلانت ومارتن فريمان. فيكتور مينارد قاتل محترف بيتم تكليفه باغتيال روز، لكن بينتهي في الأمر أنه يتحول من قاتل إلى معجب. مطاردة وملاحقة بجو بيجمع ما بين الجريمة والكوميديا، قصة مشوقة جداً من إخراج جوناثان لين. Back to the Future Adventure Action كوميدي and ساينس فيكشن للمخرج المبدع ستيفن سبيلبرغ. عم نرجع نشوف دكتور أميت براون مخترع سيارة الدولوريان الشهيرة اللي بتقدر تسافر بالمستقبل وبالماضي مرة تانية، ولأول مرة عم تنزل هالقصة على بلو رايز بمستوى عالي، بالإضافة لساعتين جديد من المشاهد اللي ما شفناها من قبل ومقابلات مع الممثلين وكل فريق العمل. وينترز بون دالي ابنة 17 سنة واللي عم تقوم بدورة جينيفر لورنس عم تواجه تحدي كبير بحياتها نتيجة لاستهتار بيها اللي عرض عائلته لخطر خسارة البيت لما استخدمه ككفالة ليخرج من السجن ومن بعدها اختفى كلياً. وهون بتوقع المسؤولية على دالي المراهقة اللي بتلاقي حالها بظروف قاسية وخطر حقيقي بإنها تفقد كل شيء وتصير بالشارع. Down in Missouri where I heard Sex and the City 2 مغامرة جديدة للصبايا الأربعة كاري، سامانثا، شارلوت وميراندا بأحد أروع وأضخم الأماكن على وجه الأرض، والأحداث هالمرة عم بتدور بالشرق الأوسط بسحره وجماله ورونقه المميز. رح نعيش مع الصبايا الأربعة روح الشباب والحب ونستمتع بجنون وتجاربهم الغير تقليدية. بكل زاوية عم بيكون في أشياء غامضة وسبب للاحتفال بالحياة لأنه الحياة تستحق الفرح.